وكونغ. أوه في أعضاء فرق العقيد تم إضاحتهم وقدروا يعني يعالجوا واحد من الأعضاء، ولكن يوجد عضو ثاني ما زال يعني طايح. وعندنا كمان Perfection الجزائري هم اللي محوطين فريق العقيد حيفنشة فنشة خلاص. جزائري طيح واحد من لاعبين العقيد. العقيد الجهة الثانية هنا نشوفوا لاعب ثاني فريق سينجلز. نعم السينجلز والمافيا. السينجلز وضعهم شوي أقل يعني بما أنهم قاعدين تحت، وهنا المافيا هم اللي في الهاي جراوند. نشوف وش حيصير شكلهم. السينجلز حيتسلقوا ويركبوا لعند المافيا، بينما هنا لاعبة من المافيا نزلت لهم لعند تحت. فينيكس نزل لعندهم وهم متخبين وراء الشجرة، كل واحد أخذ الشجرة ويتم إطاحة أحد لاعبي السينجلز. وسفيان ما شاء الله عليه، زوز زوز حمودي. حمودي عنده الاب، هو معروف جدا بالنمرس. وايضا انفينيتي، الانفيشيما والانفينيتي والفايكنج والتوني مار كلهم في واجهة بعضهم البعض. مكان واحد هذا اللي نحكي عليها نيل، لما تخش بعضها في الدقائق الاخيرة نشوفوا انفيشيما. الخواصر ايضا يواجه توني مار وايضا يواجه مافيا في نفس الوقت. اوفر فير يطلق على الاكس فور مافيا والاكس فور، الكل داخل في بعض. انا ماني عارفه بالضبط، اللي مش عارفه وين نركز. مافيا وخواصر تم استبعاد اوفر فير وتم استبعاد مافيا ايضا. بقي عندنا سبعه، فتم استبعاد العقيد. سبع فرق متبقيه في الدقائق الاخيره قبل انتهاء هذه الجوله وهذا الماتش. اتوقع ان في شيما ما راح يواجههم لانهم يعرفوا انه في مواجهه وطحنه من فهم قاعدين على جنب، فقاعدين على جنب ينتظروا. يا سلام على تقطيق الانفيشيما. الفايكنجز برو قاعدين محتفظين بكل الاعضاء اللي هم عندنا، اربعه هنا اعضاء من الفايكنجز برو. انفيشيما وايت داون عماد وينجا، ما زال عليه فقط اللي قاعد الاخير من الانفيشيما. في الجهه الثانيه هنا عندنا ضغط كبير على الانفيشيما من الجهتين. الفايكنجز الانفينيتي نفس الوقت تم استبعاد الانفيشيما بالأسف. نعم عندنا انفينيتي اخر لاعب من انفينيتي وعندنا ايكلس وعندنا توني مار تم استبعاده فايكنجز برو، وعندنا خواصر بقي لاعب واحد والاكس فور فاير. فايكنجز برو ما زالوا اربعه اعضاء. والله الطحنة أنا ماني قادرة أستحملها يعني. الكل خواصر تم استبعاده، الإكس فور ما زالوا موجودين. الإكس فور عندنا هنا حمودة عنده ثلاثة كلات، يزن عنده كلين، الفريق كامل عنده سبعة كلات. يستخدم القنابل، يزن يضغط عليهم بالقنابل. تم استبعاد الفايكنجز، بقي لاعب واحد فريقين من لاعب واحد من فريق ليزيغل. ليزيغل اللي هو فريق طبعا ليزيغل هذه بالفرنسي. اوكي انا من اول نطقتها غلط. اوكي يس عندنا الاكس فور، يزن لاعبين ضد لاعب واحد، هل يتم اطاحته؟ واو تم استبعاد ليزيغل وبويا للاكس فور. مثل الوضع العقيد وايضا الخواسر. ومعاد من فريق سنجل 777 بقريب فريق مافيا. الان فريق مافيا مكان جدا خطر ايضا، بس هم فريق متاخر. فريق سنجلز لا يعرف انه فريق اكس فور فاير وفريق العقيد كمان قريبين جدا منهم. يتم اطاحه سكاي من سنجلز من قبل اطاحه لاعبين الان، لاعب سكاي ومعاذ بيرفكشن. فحنشوف دحين كيف حيمدي لاعب معاذ بارجاع حياته ام لا، عند باقي لاعبين فقط من فريق سنجلز مش فريق لاعب مهدي. هو صعب يواجهوا اكس فور وايضا عندهم العقيد وعندهم البرفكشن، ما هم عارفين فين يتخبوا في اي جهه، محاصرين من الجهات كلها يعني. مكان نعم. جدا صعب للفرار. فريق اكس فور يعني شغال عليه بحريقه، شفنا القمه اللي فات. الان عندنا الفريق العقيد يعني زعل فريقه، لاعب فريقه قد استبعاده فقال حياخذ حقه. طلقات النار الان من اللوغرا هذه من البرفكشن، مكان خطر. مافيا مع الاكس فور فاير في مواجهه. مافيا كل لا تم اطاحته من قبل نعم. مافيا ويحاول فينيكس. فينيكس ام لا لا لاعب لاعبين الاكس فور مكان جدا خطر، وتم استبعاد لاعب اول من فريق الاكس فور. بس الله فريق فينيكس يعني لاعب من فريق مافيا شغال حريقه داخل على الاكس فور بدون اي خوف. تم حسب اللاعب الثاني ام لا 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 ما شوف بعد اي لاعب لا لا اكس فور هو مهروب ولا لا لا مستحيل باقي لاعب واحد من اكس فور. هل حتم استبعاد اكس فور؟ لا لا ولا لا وتم استبعاد اكس فور تماما. يا سلام عليك يا مافيا. اكس فور من قبل مافيا. اكس فور عندنا لاعب اللي هو سفيان هنا داخل البيت
ما توقع لا تشافوا بعض ابدا. يا سلام اخر عضو من فريق الخواسر. واو والفايكنجز برو ايضا في مواجهه انفينيتي وانفيشيما في نفس الوقت. عندنا فريق اوفرفير ريمايندر قدر يطاح لاعبين نسب نينجا فحتشوف الان ليش حيصير. ويا ساتر على فريق انفيشيما قاعد يطاح اللعيبه من فريق انفينيتي تماما بسرعه بسرعه. باقي ست لعيبه على قيد الحياه، ست فرق على قيد الحياه. حتشوف قنبله من لاعب مستولا بس للاسف القنبله لم يطاح تماما. عماد قام خد الخطر استبعاد تماما استبعاد عماد جن يتم اطاحته. واو 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 بدأت المواجهة، بدأت الحماس الآن. لاعب عماد كان تم استبعاده يعني فريق بصراحة مخدد الخطر. عندنا لاعب انفينيتي قاعد يطلع النار من فريق انفيشيما. حلو الآن في فريق انفيشيما ماسك أربع منهم تمامهم كلهم على قيد الحياة مستبعدين الفيكتوري يعني سنايبر. الآن طلقات سنايبر على لاعب من توريمار آدم، هو حيمديه استبعاده أم لا؟ تم استبعاد فريق منار تماما من قبل فريق انفينيتي. فريق انفينيتي الآن معه أربع كلات. نعم عندهم أربع كلات واحد منهم تم استبعاد أوفر فير من قبل انفينيتي. باقي لاعب واحد من برفكشن، هل حنشوف انفينيتي حيفوز؟ يا سلام عليك يا انفينيتي، تم استبعاد برفكشن تماما. والف الف 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 مبروك فريق انفينيتي بالبويا في الجو. ايضا فريق برفكشن فحال حنشوف مواجهه ثلاثيه من ثلاث فرق. هذه لا تطرق طرقتنا من فريق اكس فحر حمودي تم استبعاد. والسلام لاعبين مداهمه غير طبيعيه. فريق الاكس فور يصير لهم غدره مش عاديه من الفايكنجز برو. باقي لاعبين فقط يضغطوا على الاكس فور. يا سلام عليكم الفايكنجز، هذه فرصتكم لتجميع الكلات. الاكس فور باقي منهم فقط لاعب واحد حمودي بدمه جدا قليل، فحنشوف هل حيمدي يطاح اربع لاعيبه من فريق الفايكنجز ام لا؟ مستحيل هذه مش حيطلع منها الا يا سلام. العقيد يطيح واحد من لاعبين المافيا، واحد ثاني يحاول ينتقم وبسرعه يخش وراه. طابوس يا سلام عليه، طابوس كذا الشخصيه ووكونغ بس للاسف شافه، هو شافه خلاص ما عادش تنفع استخدام ووكونغ ما دام شافه. المافيا يخشوا عليهم في قعر دارهم، المافيا يهاجموا فريق العقيد، هجوم من لاعبين المافيا دخلوا عليهم فوق يسحبوا الاوفرفير. واحد مصير له نوك داون بس صاحبه يجري ومخليه وتم تفنيش جهلهم ويدخلوا الى السيف زون. نشوفوا الفايكنج في وضع حرج حيث ان انفيشيما ضاغطين عليه الفايكنجز. قنبله مع علي، يا سلام عليك يا علي، تم طاح الارض من قبل قنبله واحده وتم استبعاد فايكنج. خواص يقرب من فريق انفيشيما. هل حنشوف الان نينجا باقي دمه قليل، تم قتل نينجا تماما. باقي لاعب واحد هو من هارد كرو، باقي على يوتيوب أربعة لفريق واحد، أربعة لفريق واحد. شوفوا زي ما شايفين الانفيشيما الفريق الوحيد اللي داخل السيف زون محاط بأربعة فرق ثانيين. خلاص الانفيشيما علي اللي عنده أربعة كلهم زعلت الناس كلهم يا علي، أربع فرق محاصرة عليه. يا سلام تم استبعاد أوفر فير من قبل توريمار. توريمار شغال من الخلف بالأوم وبالسنايبرات وبطلقات النار، قدر يساعد خلف لعيبة ثانية. أربع فرق محاصرين عليه، هل حنشوف استبعاد على يوتيوب؟ دخل على أربع لعيبة لحاله عندهم طارق بالسنايبرات، يعني مكان جدا صعب للفريق. ما عادش فيها سنايبرات هنا خلاص شغال عليهم. يا سلام عليك يا سنجل، باقي لاعبين فقط من فريق توريمار. هل حنشوف فريق معاد حيستبعد؟ لا طب يطلع لاعب، باقي لاعب واحد يا سنجلز. هل حنشوف بويا الثالثه من فريق سنجلز من اخر فريق بويا اولى من اخر فريق الجزء في السكور بورد؟ باقي لاعب واحد. يا سلام عليك توريمار، تم استبعاده. يا سلام عليك يا سنجلز، يا سلام. واو واو طلع من الحوش وخلاهولهم كامل. لا 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 حصار حصار. الله يعني موقف صعب جدا لفريق العقيد، محاصرينهم من كل مكان. اخذ اثنين كل من قبل نينجا. الله عليك يا نينجا، التكتيك التوزيع جدا حلو. تكتيك مش عادي، خشله بين علي على طول. علي خش يعني كان شايفه الوجهه، شايفه ليه؟ شايفه يعني كان واحد وكانوا اربعه واثنين واحد لواحد وعلي برودكتس. حاول انه ايضا تمت اطاحه. انا قلت لكم دودو مداير التفاف، انا قلت شفتوا هذا دودو مداير التفافه فطيح واحد. يعني حيسمعوك يعني دحين تهزئيهم يعني انا ماني فاهمه. عندنا دودو بي الكريمنال الازرق من قبل اكس فور كلهم رجعوا من قبل فايكنجز براذر. وفي نفس الاتجاه عندنا الانفيشيما نوك داون ثانيه لهارد كرو. هارد كرو يتم سقوطه لثاني مره. لم السنجلز محاصرينهم. واو شكلها عيد دفنيش الانفيشيما من قبل السنجلز. تم دفنيش السنجلز من قبل الانفيشيما. وين 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 عند الانفيشيما اكس فور
غلطة كبيرة من الإكس فور. حمودي عفواً، من اللي حيطلع منها من هو الفريق اللي حيجيب البوية الأخيرة في أول يوم؟ بقي يزن وعماد جن. يزن وعماد، يزن وعماد، علي وعماد في مواجهة يزن. يزن لاعب واحد في مواجهة اثنين من الانفيشيما. يزن لأي سكواد حيكون البوية. واو شكلها التفافة، وتم استبعاد الإكس فور. بويا لي الانفيشيما. نغنوش نغنوش.